السلام عليكم، تحية لكم الناس الكل وصحة شريف بيتكم. مرحبا بكم في موعد متجدد في أول نهار في رمضان. أكيد مستانسين ثمانية متاع الليل، اليوم ماخذ شوية بحكم شق الفجر مع السبعة ونبدأ. قلنا نبداو ماخذ شوية باش تكمل تفرجوا مسلسلاتكم وبعد تلهيو بينا وبالضيوف متاعنا. على كل تحية لكم الناس الكل، شكرا للمسجات متاعكم كيف كيف لي كومونتير سواء على الفيسبوك وإلا حتى على اليوتيوب وفي الانستغرام. كيف كيف مرحبا بكم الناس الكل. كالعادة برشا تفاعلات البارح على الحوار متاع معز حسن، وبرشا تبعتوه وبرشا شفتوه على قناة اليوتيوب اسلام لامد. اليوم على ضيف واحد اخر لاعب دولي، تقريبا الملاعبية اللي جبناهم الكل ملاعبية دوليين والا كانوا دوليين تقريبا. هذا نحب نجيبوا الملاعبية والضيوف تقريبا من العيار الثقيل يكونوا ضيوفنا باش تستمتعوا بمحاوراتهم، تعرفوا عدد الجوانب اللي شخصيا نقولوا شوية وما تتقالش برشا في الحياة متاعهم. اليوم ضيفنا لاعب من النجم الساحلي، أول لاعب من ليتوال اللي يكون معانا في المرة هذه في اللي لايف هذوم. كان معانا نعرفه زبير بايا في لايف سابق، اليوم أول لاعب من النجم الساحلي قلب الدفاع الدولي زياد بوغطاس. رحبوا بيه، بعد شوية باش يكون بحذان. على كل اللايف نتاع معز حسن هبط كما قلت لكم اليوم والبارح في جزئين، تلقاوها على شين يوتيوب اسلام مد في اليوتيوب، اللي هي متاحة تلقاوها على الكونت انستغرام. تعملوا ابوني الكونت انستغرام كيف كيف ابوني في الكونت يوتيوب، وحتى في الباج فيسبوك اسلام مد تلقاو فيها كل جديد وكل الحوارات متاعنا. اللايف نتاع زياد بوغطاس يهبط اليوم في الليل والا غدوة ان شاء الله، تلقاوها على قناة اليوتيوب. شكرا لكم على متابعتكم ومرحبا بكم الناس الكل. شكون اللي خايب بينه ولا هو يا خليل؟ مساج حطينا مساج شغل. تيك صحة، تيكم صحة الناس الكل على اللي كومنتير. شكون حجم لي خويا؟ حجم لي خويا الكلوبستية برشا جبنة، هات بكلهم كلوبستية برزق جبنة. تحب واحد يا خليل؟ قلت تحب واحد كلوبيست. جاي معانا عاطف، شكون اخر؟ اسكندر، مختار بالخيثر. هاي زياد، ادخل ادخل زياد. خويا صح، شريبتك يعطيك الصحة أخوي، شنحول؟ صباح، شنو الأمور؟ الحمد لله، شنحولك أنت؟ صباح لاباس، شنو عطيتها مليح ولا شوي شوي؟ الحمد لله. وينك؟ ايه، مش عامل فيك رمضان والكورونا تلمت مع بعضها؟ كاو برا، لازم كاو، مش أنا نام. أول حاجة يعطيك الصحة على قبول الدعوة زياد، مرحبا بيك. أنت ما تحبش تظهر برشا حتى في الميديا، قلت لي أنا ما نظهرش برشا في حتى في التلفزه، تشوف لي زانترفيو ديما ما نظهرش. انت ما تحبش ولا ما يكلموكش ولا شنو زياد؟ ليه كلموني؟ ما بتبعتي انا ما نحبش، حتى ساعات كي يكلمني واحد ونقول له سامحني راني ما نحبش نتكلم، دونك المره الجايه اوتوماتيكمون كي راني ما غادي ما يقول لي لا، فهمت؟ فهمتك. هيك هو برا، انا وانا حتى ساعات نتكلم مش برشا. شرشيت شوية، قلت لك يمكن حضور واحد ولا زوج، واحد في مجمل هلي والثاني في التاسعة هكا، معروض في العبد العزيز بالسبور. سبور معروف بالي. آه. لا سينو نمشي، سينو ساعات نتكلم مش ديما، ما نحبش نظهر برشا الحقيقة بالعربي. علاش؟ العباد تحب تسمع الجواب، تحب تسمع اللاعبين شفتوا اللي يتبعوا فيكم ويحبوكم جمهور الإيطوال كيف كيف؟ وانت والله يا لا فهم انترناسيونال معناها، مش كان ملعب، مش كان جمهور الإيطوال، حتى جمهور تونس الكل نتصور. ايه، ما فماش حتى سبب بكيك ولا هيك، بلقي لي نتكلم ما عندي حتى مشكلة كل ما اما تحبش نظر برشا وكا. هاي كيف تعدى اول نهار في رمضان مع الكورونا؟ هذه سبيسيال شويه السنه هذه. والله اليوم في الدار ما خرجت الحقيقة، ما مشيتش، خرجت فمش قضيت شوية قضيت وروحت ما خرجتش. اليوم ما ترينيتش، فمش اونتريمون؟ لا ترينيت البارح، اليوم مرتاح، خذوا نرجع نترين ان شاء الله. فهمتك. وحدك ترين ولا مع الاولاد؟ والله مع الاولاد عاملين جروب تاع خمسة من الناس هكاك، نترينا مع بعضنا ديما ولا أربعة من الناس. الجروب اللي فيه مثنين بن عمر وبوغاطار وعبد الرزاق، ولا مش هذاك الجروب؟ هذاك هو الجروب هذاك.
صح. انا ساعات نمشي نترينيو على البحر، ساعات نجري وحدنا، ساعات نمشي للجولف نترينيو، ده كل مرة كيفاش، كل نهار وشو البروجرام اللي نعمله. وبعد ذاك بعد الانترينمون اش تعمل؟ كيفاش تعدى النهار؟ شفتوا ما نسولش قاعدين برشا في الدار، ما نسولش مستانس بها الحكايه دي. الحقيقة قلقتني صحيح، مش عندك تعمل الفوس ادابتي وكاب، فهمت في الدار شوية فيسبوك انستغرام دي جو دي سيري افلام. فاش تفرجت في السيري والافلام؟ الحقيقة ما تفرجش حتى سيري، حتى تفرج كان في التلفزة، معناها كي نلقى شي فيلم هكا نحطه مثلا باش نكتب فيلم اني ونحط نتفرج فيه، لا مانيش مغرور، انت مانيش تعيش مغرور برشا. مع الفاميلي ولا وحدك؟ لا بول مومون وحدي، وش عام مش تكون انت؟ عايش. شنو طيب لك؟ طيبت اليوم؟ جبت من برا العشاء ولا كيفاش؟ لا ما عارفش نطيب، موضوع التطيب والماكلة نتعداو خير، خاطر ما عنديش مع الماكلة اليوم. ايه شي تعشيت بل؟ والله تعشيت كسكسي بالحم وسلطة وبريك. معناتها لو جبته من برا معناها. آه. لا لا تعشيت بعد شكون فهمت. ده نسيبك دار نساب ايه بالحق. دار نساب، شو المشكلة معناها؟ ليه خاطر انا جبتها صحيحة معناها، طيشتها كيك جت صحيحة. صحيحة ولا غلطة مش مشكلة. اي وقت نفرحوا بيك مان. إن شاء الله ربي يسهل على قريب إن شاء الله. ثم برنامج قريب بولو مومو مازلت شوي، إن شاء الله ربي يسهل، ربي يسهل مازال ان بك. شاء الله. تفرج في التلفزيون ولا شوي شوي؟ والله اليوم تفرجت في دنيا أخرى شوية إن عجبتك شاء الله ولا ايه؟ والله ما ركزتش معها برشا الحقيقة، ما تفرجتش برشا، ما هو الواحد بعد الناس اللي يتكلم شوية تحس يبدأ تعب شوية فهمتك. بعد ايه يقصر بيهم الوقت، المسلسلات والسيريات يقصر بيهم الوقت بعضهم بيه. بيه، خلينا نحكيو في الكورة اخوي. احكيو من ايوه لول، تفضل. من لول زيد كيفاش بديت انت؟ في ملي طوال، ملي بديت ظهر لي ملي جون، ملي كول هكا. أني بديت في بني حسين، فهمت، أني أصل الأصيل من بني حسين، فهمت، البارح معايا بتاع شكون من بني حسين واليوم انت من بني حسين؟ أه؟ قلت لك البارح معايا شكون من بني حسين واليوم انت من بني حسين. تشرف أخوي، فهمت، عرفت شكون ولا تفرجت ولا البارح؟ لا البارح ما تفرجتش، معز معايا كان البارح. شو معز؟ معز حسن. معز حسن مش مبني حسين، عاد منزل منزل النور ليه ابن في بالي، حسين؟ ما نعرفش في باليش مبني حسين، في بالي ولد بيتك ما بالي تعرفش؟ في مدرسة من بني حسين كما نقولوا احنا، لا منزل لا النور سامحني، خط الليل انا غلط. اولاد الشامخ، اولاد الشامخ. ولاد الشام، فهمت هكا. اي انا اصلا بن حسين لعبت في بن حسين، جيت لي طوال كاديا، فهمت، كاديا ولا كادي بي، مع من 2000 2006 يعني في الايطوال، تعديت فهمت. في الشاب كاديا كادي بي جونيور لعبت و الشاب ده في الاصناف الشابة؟ قلت لي ما سمعتكش. من الاول انت في بني حسين مشيت تسديد ولا كيفاش بالضبط؟ الحقيقة مشيت كيما العباد الكل، كان عندي طموح باش نمشي التستيت، مشيت تستيت معناها عادي، مانيش وكاو فهمت. سبحان الله كاو. والليتوال كيفاش شافوك غادي؟ كوي عبتوا ولا وقت باختبارات ولا تكلموا عليك شكون ولا كيفاش بالضبط؟ وقتها يبداو دي تيست، كل عملت دي تيست، بعديك حطوني في مع ليكيب الاخرى نتاع ليتوال اللي لقيتهم موجودين وقتها، قعدت نترينا معاهم بريود فترة بتاع 6 شهور شهور باشا يا باشا صح شريف قال لك بيض وبعديك معاك. قعدت 6 شهور نترينا معاهم، وبعديك معنا صححت معاهم ليسانس في العملي بعده وقال لك رفيق بالمعارف، شنو هي الحكايه؟ يا رفيق ما يعرف شيء، انا يحب يتبلنجا برا، انا ما عنده ما يعمل. اللي عملتوه فيه انتم ما بتش يرجعوا ده. ما عنده ما يعمل، العادة صاحبي ما عملت فيه شيء هو يعرف. وفي الاتوال كيف قد عملت من كادي حتى السينيور؟ عملت كادي A جونيور A وجونيور B، وبعدك عملت عام سبور، في العام الثاني سبور نطلع نترينا سينيور ونهبط نكور سبور، فهمت هكا.
انتقالي سالم، انت من عائله رياضيه، ظهر لي ابوك مدرب واخوك كيف كيف جارديان. بون، بابا حسن بوغطاس لعب قبل في ليتوال مع ترينا عند سي عبد المجيد شتالي في العوام 76 77 78، لعب مع سي محسن حباشا، فهمت؟ وخويا يلعب في بني حسين، معنا جمعية صغيرة وكون على الجو وكون، فهمتك. فهمت؟ الطلعة للسينيور قلت لي من الاسبوع كيف جات، شكون طلعك؟ عند لا إله إلا الله بيت هامبورغ، أو لما جاء 2009 2010، البريود هذيك، وقت اه مش البريود هذيك 2011 طلعت انت، نعم 2000 مش 2011. لا 2009 2010 2011 ساحة 2010 ساحة الكونتراتو، اه فهمت؟ فهمت، من الاول طلعت 2011 نفس هنا وبرا معناها. جسنا ترينا برا صحيت، ما كي يجوك العوام هذوك ما كان من الاول الصغير يطلعوا وقت ترينا، وبعد تهبط كوري سبور وقت عند بيت أول هامبورغ، بعديك جاء في خير المغربي فريد، وبعديك خذا شد وقت اللي طول سي منظر 2010. أول واحد آمن بيك وطلق ولعبك شكون هو؟ والله لعبت وقت عند سي منظر وقت البريود هذيك، بعديك لعبت عند سي فوزي، فهمت؟ ما البريود هذيك معناها بيه معناها من 2010 لتو عن 2020، معناها 10 سنين ما مش سهل تعدي 10 سنين في الايتوال، جمعية كبيرة كما الايتوال 10 سنين مش سهل معناها. والله صحيح، ما تعرف جمعية كبيرة ديما لازمك تكون حاضر، سيرتو مونتالمون، خاطر في جمعية كبيرة كان تتمس مونتالمون سيء نتصورين، أما الحمد لله معناها الواحد كان مونتالمون قوي ودارنا وقفوا معايا وكل، الحمد لله معناها. انا عندي ارقام ما نعرفش قولي صحاح ولا لا، 186 ماتش لعبت، سجلت 12 هدف وزيد 6 كيلوات، صحاح ولا لا؟ والله المقابلات في بالي اكثر، في بالي اكثر شويه ما نعرفش بالضبط، باهي. خاطر اللي بابا عامل لي الاستاتستيك قال لي اكثر من 200 ماتش، ما نعرفش اسكو شنو بون، انا لقيتهم في الانترنت، معناها ماهيش واخوهم من سورس صحيحه، جست حابب نثبت فيهم معاك. والباقي بابا هاك 12 بونت و6 كيلوات. هز بطولة عربية، كوب دافريك، تروا كوب وشامبيونات، ستة تيترات. 6 هي صح. فهمتك. ايه ما جاكش عروض في ال10 سنين هذم زياده، انت شو منك انت باش تكمل ولا هم حبوك يكمل تقعد تقعد معناه ولا كيف؟ جاوني وقتها عروض، ما ماهمش سيريو برشا، فهمت؟ ديما كل عام مثلا نبدا نلعب على تيتر تبدا الشامبيونات بكري، فهمت؟ دونك المسؤولين هني يقول لك نخيروك تقعد خير من اللي تخرج، هيك معناها جاو، فما جاوش مش برشا، خاطر ماك تعرف حكم ديفونسور كيما يخرج صغير شويه ديما وين يمشي العمر ما عادش ينجم يخرج فيسا، فهمت؟ فهمتك. ايمن التومي نسلموا عليه. سينا في الخليج ديما تلقى لي زوفر، وكلما تمشي مثلا الجمعيه باش تبدا تلعب في وسط الترتيب ولا في تحب المانتيان، عاد تقعد في جمعيتك معزز مكرم، خويا جمعيه كبيره وتلعب على التيتر، دونك نتصور تقعد في ليتوال خير من اللي تمشي جمعيه باش تلعب على التيوح. اهم اوفر جاي كان ايه؟ بون جاتني متاع روسيا 2015 يظهر لي، شنو الجمعية؟ والله مليون تابلو في روسيا ولا جمعية كبيرة؟ سان بيترسبورغ نورمالمون، ابو زينيت معناها ايكيب، معناتها احسن ايكيب في روسيا. 2015 وقتها ما كانتش قوية برشا، وقتها ما كانت وقتها كلاسيك كاتريام ولا سانكيام، فهمت؟ وعملتها نلعبوا تشامبيونز ليغ وكل، دونك خيرت نقعد لهنا ومع لي توال شدوا ما وتيتش معنا ديما، هو ما قولوا كل شيء بالكذبه، فهمت؟ هيك هو قال لك التومي كان يجي وياهم فيها البوست نتاعك. سي البوست نتاعي بون، ما سميهمش باز، مش كيفك انت وكا، خاطرك انت لما كنت تجري برشا اقعد اجري واحد في التيرا. زيد فماش يوفر ندمت اللي فلتته. الحقيقه لاني قلت لك مدامك في ليتوال في جامعه كبيره، هي باش تمشي حاجه دو فالور باش تحسن من روحك، سينو تقعد لهنا خير نتصور. انت كنت غادوك مازال في عامين اخرين تخمم تكمل مسيرتك في ايطاليا ولا كيفاش بالضبط؟
والله يا خويا يعني خذ كل شيء بالكتبه، كان خويا سهل لنا ربي كملنا في الايطال، كمل في الايطال كان جات حاجه به لياني وباه للايطال، علاش لا؟ كل شيء بالكتبه، نعديه الكورونا وبعد يعمل ربي دليل. اي فما هكا جاست نبض من حاجه بلايص ولا مازال فما شيء؟ والله فما حاجات ما تعرف تو العباد الكل ما تحبش تونجاجي روحها في حاجات خاطر ما يعرفوش كورونا وقت تشوفها واللي شامبيونات الاخرين وقت تشوفهم، دونك فما خيوط هكا صغار ما فما حتى شيء يكسر. خليج سعودية اللي فيه خير ربي يسهل فيه. اي خاطر بس ولاية تو 30 عام نتصور واحد يمشي يجيب شوية ايه دولارات 29 في يرحم والديك ديسمبر، ما في ديسمبر تكلمنيش. تعمل 30. ديسمبر مازال بعيد، ديسمبر مازال اي في ولا شد عام. حساب اي وقيت تعمل شوية دولارات ولا ايه؟ الحمد لله الحمد لله زيت الحمد لله. في ال10 سنين أني هم أهم الحاجات اللي يبقوا في بالك، الحاجات الباهية؟ حاجات الباهي، الحاجات الباهي كي هزيت شامبيونا 2000 و 2015 2015 الكلوي بعد؟ 2016 اللي بعد 2015 2016 معنا نحن. لا هاي هذيك 2016 هاي 2015 هذيك 2016 والبطولة العربية نتاع مليوك. أخي بلي لي مومون أنا أخي بالمومو ماتش الأهلي قعد لي كل خايب برشا المومو هذيك قعد لي زيد ثمانية متاع الكلوب في مازيمبي ولا ستة متاع الأهلي ليتوال، يظهر لي حاجات يقعدوا في التاريخ، جمعيات كان يمسوا هكا التاريخ ولا حاجة هكا تقعد كل الموسم ما يشبه. صحيح. فتشوف احنا فور اكزامبل في ليتوال عمرها لا صارت لنا هذيك الخساره هذيك، اما داخله في الكوره ما تنجمش تقبلها، فهمت؟ تحب ولا تكره ماهيش مقبوله في الكوره. صحيح تجي في نهار ماكش في نهارك وكل، ما لازمكش تخسر بالفاسون هذيك. ما تشوفش حتى كنتوا ماشيين في هذا الجو به في ريتوال الستة هذيك، ظهر لي بدلت برشا حاجات في الفريق. ليه ما بدلت شيء؟ ظل قعدنا العام اللي بعد في بعد الستة شهور هذوك وصلنا عملنا فينال، وبعد العام اللي بعده هزينا بطولة عربية. معناها هذيك الكورة كل شيء يتبع بعضه. تخسر لازم تخسر تعرف كيفاش تعدي الديفيت هذيك، تربح تعرف كيفاش تجري الفيكتوريا هذيك. معناها بصراحة شكون يتحمل مسؤوليتها؟ ليه الكل العباد الكل تتحمل المسؤولية، ما نجمش فما حد يتحمل الديفيت وحده. كما في الربح العباد الكل تربح، حتى في الديفيات العباد الكل تخسر مع بعضها. فما حد لازم يقول اكس هو اللي خسرنا ولا زاد هو اللي خسرنا، كلنا فرد شكاري. هل صحيح كلام زياد اللي كلام عمار اللي قال زياد يهبط التشكيلة ماتش هذاك؟ الموضوع هذا ما نحبش ندخل فيه، ما تحبش تعطي موقف فيه؟ ما خاتيني الموضوع هذا من ماذا بيهم ما ندخلش فيه. تعنيت برشا عند فوز البنزرتي زياد، انا كل ما نجيب حد نحبه يحكي لي ترفع مع فوز البنزرتي، كل مره جوال يحكي لي حاجه خاطر كنزه. برجع لي اونترنور من الاحسن لي زونترنور ترينت، هو وعند رجول مير. برجع لي توب 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 يعطيني تلفة، ما صارت لك شي حاجة فاز هكا قعدت في بالك؟ وقت اللي بريد هذيك دوبلا جي، مازلت نقولوا احنا مازلت صغير شويه، نبدا نلعب مثلا وراي البلبولي وعمار فور اكزومبل، كان يغلطوا فور اكزومبل هما يعيط كان علي يعني ما نجمش، ديما الصغير هو اللي خلص. دونك في ديما صاروا برشا فازات ما نجمش نتذكرهم كل، ما ديما اللي مثلا اللي عيط عليه فوزي انه يحبوا يتحسن ويحبوا يتطور برشا. سنين معناه يخاف من البلبولي وعمار ما عيطش عليهم؟ لا مش يخاف ديما مش يخاف، ما قلتش يخاف، لا ما تخاوليش شكله ما قلتوش. لو انت فور اكزومبل تبدا في بلاصه مثلا، لو انت مثلا بوك تعمل انت اخوك الكبير مشكله، مش عيط على الصغير، ما عيطش على الكبير، ما عيطش على الكبير، عيط على الصغير. حتى في فهمتك. الكوره كيف يعني، حتى باش توصل معلومه مثلا واحد غلط توصل بالصغير ما توصلش بالكبير، فهمت؟ نجم نشوفوك جماعة أخرى في تونس ولا كان ليتوال؟ في تونس برجع ليه صعيب شوي، صعيبة صعيب برشا. خويا 10 سنين في ليتوال، عباد تحبك لهنا، وين باش تمشي فور اكزومبل؟
ما انا اي ما هاو تيني انت اي ما برشا تنجمش. برشا يقولوا صعيب بعد ينجم تلقى فان غازي او مشكلة كلوب. شكون كان يقول مش غازي كيف ينجم كلوب معناها؟ صحيح، مش كيف يعني كل واحد وكيفاش يشوفها معناها. توني والجمعية عايش لها عندي قداش من عام ومتربي لنا وكل، فهمت؟ كل واحد كيفاش يشوف من روحه معناها. فور اكزومبل انا ما نجمتش في نهار اخر نشوف روحي نلعب في جمعية اخرى. غازي صاحبك انت، ايش قال لك في مشكل الكلوب؟ واسكو احكي له في الموضوع اللي غازي من بني حسن زيد. انا قلت كل واحد يحكموا فيه الظروف نتاعه، ما تنجمش فور اكزومبل غادي تشوفه ما شاء الله عليه مازال عنده 4 سنين ولا 5 سنين كوره ما شاء الله، من نجم زاد يقعد بطل تحب ولا تكره. خسرتوه، عنده بلاصه في الايطوال. حد من نجم يشك في القيمه الفنيه نتاع غازي ما تحب ولا تكره. مانيش انا باش نقول غازي ملاعبي ولا مش ملاعبي، معناها قيمه فنيه معناها ثابته، العباد تكون تعرف شيء ذا. سنين السيزون تاعكم كيفاش تشوف؟ سيزون سنين بتاعنا ما كانتش حسب رأيي ما كانتش في المستوى على الاخر، في البطولة ثم بعد شوية ضيعنا برشا بوانات كرتو وخرجنا الخرجة بتاع البطولة العربية من التور الأولى هي هذيك اللي فزلت كل شيء، فهمت؟ هذيك وزيد قداش من اونترنور تبدل وكل، دونك الجو العام في ليكيب مهوش تلمو، دونك أثر على شوية شوية. حكيت على هذيك الكورة مرة الفوق مرة اللوطة الفوز ادابتي وكاو. حكيت على البطولة، انت تتصور تحسمت سيدي تراجع حسم البطولة. تصور مش حتى مازال شانس صغيرة معناها ينجم، شانس صغيرة ماهيش كبيرة. بصراحة الاسبيرونس اقوى من الناس الكل. لا ماهيش أقوى من الناس الكل، ساعات الاسبيرونس ما تلعبش ماتش باهي ما ساعات تعرف كيفاش تربح ماتش هكاو. ساعات لعبة دز معاها، ما احنا بار اكزومبل احنا في الايطوال نعملوا ماتش توب مش نورمال نبداو 90 دقيقة نجريو اما ما نعرفوش نماركيو ساعات، فهمت؟ فهمت. ايه تو بار اكزومبل الاسبيرونس تجي في ماتش ماهيش في فورما وتعرف كيف تقدم ماتش. قلت لي جذب معاش معناه اسمعني يعني من خليني تبداش تبربش فيا يرحم والديك، خليني ما عندي مشكله مع حتى حد، ما تحبش تعمل لي قرناج مع العباد يرحم والديك. إيه انت قلت، انا ما قلت شيء، خليني وانت قلت هالكلمه دي فاصون دو بارلي وبرا ولا معناها قصدي كان تزلفت واحدة. فاصون دو بارلي وبرا. اما انا قلت لك معناها انا قلت لك ساعات كي تبدا ماشي في فورم ما تعرف كيفاش تربح ماتش برا. احنا مثلا الكلوب والاسبيرونس والكلوب والسي اس اس والاتوال حتى النهار اللي يعملوا ماتش باهي وكل ما يعرفوش كيفاش يربحوا ماتشهم، ثم ماتشات تربحوا على بالاريتي ساعات يجوك 30 بالاريتي وما تعرفش تمركي منهم واحده، فهمت؟ فهمت. المشاكل الإدارية نتاع خروج الرئيس ورجوعه أثرت عليكم شوية كملاعبية ولا ما عندكمش بها علاقة؟ لا ما اثرتش فينا، قعدنا كونسنتري احنا نتلهاو بالتيران والامور الخارجيه ما تعنيناش، اما ساعات من غير ما تشعر نجم تأثر فيك شوية خاطر تحب ولا تكره. مثلا باش تقعد في جمعية كبيرة ما عندكش رئيس زاد تقلقك شوية كم. سيرتو فماش رئيس فماش هذه جات بريود ظهر اللي قعدتوا تسالوا برشا فلوس. لا عادي في جمعية كبيرة ما فلوسك تاخذها في أي وقت معناها، ما همش باش يربوا عليك ولا حاجة، فهمت؟ في أي وقت نجم تاخذ فلوسك جوست تفضلوا الجو العام المشاكل اليوم التدريبي. مازالت، ها تفضلت اليوم مشاكل الفلوس ولا مازالت؟ سافا لاباس. بي قلت لي بعته في الشامبيونات، شنو قعد الاهداف نتاع ايتوال في الموسم هذا؟ السنة ما عادش تشوف حتى من الكوب خرجنا من الشامبيونز ليج خرجنا. نعرف شو نكملوا السيزون كيما تكمل دوزيام بلاس عندنا هكا هو معناها ما فماش. بي نحكي شوية عن المنتخب زياد، انت رغم اللي كنت ديما موجود في الليست اللي ال ار جي لكن ما خذيتش برشا وقت في المنتخب. والله صحيح مشيت برشا استاجات مع الكم ناسيونال، ما ماك تعرف كي تبدا تلعب في تونس ديما الشانس نتاعك يبدا ما يبداش كبير بارابول جولات تلعب لبرا، فهمت؟ دونك هو هذيك الكوره معناها الواحد يستنى وقت اللي ياخذ فرصته
حتى الماتشات اللي لعبتهم معناها عديتهم رجلين وكاو ديما يقعد شوية الاول والاخر نطرنوا نحن عندك 4 ماتشات دولية اكثر شوية اكثر أكثر. اكثر في بالي اكثر. الليستة الأخيرة أنت كنت موجود فيها ومنظر كبير من العباد اللي قلت لي قبل كده طلعتك للسينيور، شنو حكي معك؟ هل أنك تأمن أن الوقت ده نجم في زيادة ياخذ فرصته في المنتخب؟ والله صحيح وقت العبد ماتش اميكو وقتها ضد الكوت ديفوار وموريتانيا، واستاجه اللي بعده نتاع الكاليفيكاسيون نتاع الكوت دافريك كنت موجود ما لعبتش. عطيها حكايه معايا، قال لي تنجم تفيد ما دامك في الجروب نجم تفيدنا وكاو معنا. وين تحط روحك انت بين المدافعين بتاع الكلاسمنات؟ كم ما نجمش نحكم على روح العباد، هي اللي تحكم عليها. باش كنت تشوف الزوز الاولاني الزوز الاولانيين هاي عليه توك يعطينا زوز اسامي عادي ياسر دبلوماسي زوز اسامي اي شكون يلعب لبرا ولا لنا كما تحب تشوفهم انت في اللاكس بتاع المنتخب كيف نحب. عندك مرياح وشكون اخر؟ مرياح ثم سيام ثم عبد النور سيام ما عادش عاد قدمهم، ما صارت له شوية مشاكل يمكن علاش ما عادش، سينو تحب ولا تكره أعطيها برشا المنتخب. باقي خلينا نسألك شوية أسئلة من الجمهور بعرف منك جمهور بتوعك محمد عزيز عباسي قالك شنو رأيك في علاء الدين أيوب وهل مظلوم في النجم خاطر عنده مستقبل كبير وشنو رأيك في دراوين؟ شو رأيك فيه؟ دراوين جونزاليس نور الدين نور الدين ايوب ما نجمش نحكم عليه، جارديان صغير وكل، اما ما نجمش حد يقول مظلوم، خاطر النهار اللي باش تجيك فرصتك وما تستغلهاش كوم الفور وقتها باش تقول مظلوم، ومازال ما لعبش دونك فما اسامي قبله هما اللي يخليوك تستنى فرصك من جيوك. فما مشكلة في اللي جارديان في الإتوال فماش مشكلة، ما ديما أنا قلت لك المشكلة الوحيدة هي مونتالمو، كل واحد يبدأ مش حاضر مونتالمو ينجم يغلط في أي وقت، لازم واحد مونتالمو قوي باش يتأثر. شكرا. وقالك قالك في دروين زاد داروين عنده الكاليتي، ما ديما تقعد المشكلة الوحيدة هي مشكلته الأخرى، فهمت؟ بار إكزومبل كي جا غاريدو من الأول يحكي معاه بالإسبانيول وكل، خذا الريتم وبدا يماركي قداش ماتش يماركي مع ليتوار وكل، فهمت؟ سينو ديما تقعد المشكلة الوحيدة هي اللغة. بأحمد 1919 مكشخ برامو قال لك وصل لكم في مجلس اسبيرونس قبل لا الحقيقة لا. شكون هذا حيدر غوشات قال لك ميرسي على بوغطاس وديما الحملة برجال هاي جوست كومنتير فاطمة غاية بوغا ربي يوفقك اخدم على روحك اكثر انت من الكوادر اللي معاملين عليها في الجدول تو الجمهور يحبك والله ما عندي حتى مشكلة مع الجمهور، كيما نحبهم وعلى الراس والعين وهم يحبوني معناها. يوسف قال لك تخمم تكمل كذلك في الجدول يوسف قال لك تخمم تكمل كذلك في الجدول اي قلت لك معناها كان فما بوسيبيليتي، معناها الواحد ديما يقول ماذا بيه يكمل كارير ولا هنا، بعد كل شيء بالكذبة. عربي هرميسي قال لك لو كان جيت اكسيال دروات تكون مسيرتك خير برشا اكسل دروات يعني ديجا نلعب فلاكس على اليمين تو تلعب على اليمين اي صحيح به شنو نلعب على اليمين، الوحيد اللي نلعب بيني وياه فلاكس على اليسار هو رامي تو، سينو الاخرين كل ديما نلعب على اليمين. فهمتك اسوة جويني قالت لك وقتاش نفرحوا بيك صلي سير ربي. رسلين قال لك سوسة وابني حسين بني حسين الاولى بعد كاسوس باهي هما هما الأسئلة اللي وصلوا زياد جوست نحب نكمل معاك بكويز في ساعة جاوبني من غير ما تخمم برشا وبلاش دبلوماسية شكون تعتبر أحسن جوار تونسي تو؟ أحسن في الوقت الحالي معناها اه ياسين الشخاوي، ياسين طايح الروندمون نتاعو شوي ما في ما عندكش الشوار. اعطيني تو انت شكون بار اكزامبل بعد وهبي الخزر يمكن وهبي
خاطر قاعد يلعب في فرنسا ومور امريكا. شكون ياسين قاعد ياسين كاموش كاموش لبلوسبير تكون كانيلو خير برشا برشا معناها. خير بياسر برجولي لاعب ياسر وكاليتي توب ياسر. سورتو في التومبك اللي كان فيه في سويسرا، بلاسيو ديما يجيو في وقت خايب. صحيح، في التوب فورم متاعه ياخذ ضربة هي اللي تخليه يعاود ينشني من الأول جديد. شكون أحسن لاعب في تاريخ تونس؟ بون ما نجمش نحكم خاطر اللي خلطت عليهم أنت؟ اللي قبضت عليه ماني الشيخاوي، خلطت على الشيخاوي حقي الجزيري خالد بدر حاتم الطرابلسي سانتوس. ملاعب في بطولتنا تو تشوفه قادر ينجح في أوروبا؟ جورت اللي تو موجودين اي بن عمر كان ما تضربش ضربة اللي جا كروزي. شكون اقرب لاعب ليك؟ اقرب لاعب الولاد كل اصحابي اي سمي لي واحد، سمي لي واحد. بن عمر المثناني علي هذوما لا عايشين مع بعضنا وتربينا مع بعضنا وطلعنا مع بعضنا. شكون احسن مدرب تونسي؟ فوزي بن زرتي احسن مدرب دربت عنده؟ فوزي ورجيك شكون النوتوين عنده فضل عليك ما تنساهش؟ شو اسمه اللي قلت لك عليه الهولندي بكريك اي بيتر امبورغ قلت هكا حاجه هكا. بيتر امبورغ وبعديك بعديك فوزي بن زرتي. ماتش ما تنساهش؟ فينال بطولة العربي بونتو ما تنساهش؟ بونتو ما ننساش بون ما مركتش برشا بونتو الكلوب متاع مناول في تونس بداسه لا كل كونتر اتاك والسنتراج مع عند بعاي وريبريز باليمين. بونتو تمنيت لو كان انت سجلته. بونتو اللي مركات من اثنين يا عم ياكل مهم برشا. أقرب جمعية ليك بعد ليتوال تتعاطف معاها في الشامبيونا؟ في تونس أي مستير حكمة تأمن به تخدم تلقى حاجة فيك ما تعجبكش؟ حشام شوي. أحسن لاعب في العالم؟ رونالدو بون راموس يثبت روحك. برا راموس أحسن مدرب في العالم؟ أحسن مدرب شو اسمه لا إله إلا محمد رسول الله هم برشا بون ما نحبش جوارديولا الحقيقة نتاع ليفربول كلوب كلوب. بي آخر حاجة باش نعمل تشكيلة زياد باش تحط لي أنت في اللاكس وتعمل لي أحسن 10 ملاعبين لعبت معاهم. وكنقول لك احسن 10 ملاعبي برشا مزيان شكون عمل لي جارديان شكون نبداو بالجارديان هاي بلبولي جول على اليمين الذكري قال لك حشام اسمعني باش تحطني في اونغروناج خايب مع الاولاد هكا راه لعبت مع برشا ما شاء الله راه اي ما فيها شيء هي راي معناها شنو المشكل واحد ترتاح معاهم في اللعب حاجات كيما هكا معناها وين ما نحطش روحي معاهم تحب تحط تحب ليه ماذا بيتحط تحط ما حدش باش كنا نحطه على اليمين على اليمين علي وحمدي مع بعض تي كيفاش علي وحمدي واحد قدام واحد تاني ولا شنو؟ راضيين مزوز اخواتي ما يجيش نحط واحد فيهم مزوز اي علي ما عادش يلعب على اليمين بتاعي على اليمين ما عادش يلعب على اليمين لعب برشا ماتشات على اليمين وانا ما فلاكس على اليمين دونك عنده كواليتي برجولي ما شاء الله عليه باش كنت تقول نحط 50 50 اللي ترينا خير يلعب يا اخويا يا اخويا ياسر مصر انت ليه كل حاجه من بلاصتها يا اخويا شكون في اللاكس؟ في اللاكس غدوه باش يكون معايا حمدي ان شاء الله ان شاء الله في اللاكس نحط سيف غزال ورضوان فاتح على اليسار على اليسار نحط غازي في الوسط في الوسط وحلني في الوسط عندك بن عمر ونفخه وكوم برشا هذوما الثلاثة سي بون القدام القدام
وعندك بنغورا وعادل الشادي اسمع وسانتوسا، اسمع كل خلط عليهم مدريدي ما عمل لعبت معهم انا، معلش احكي. اعطيني اعطيني تشكيلة طب بعد نعمل لك بنك كان تحبش ما تغشش لعبة برشا ولا برشا اعطيني ثلاثة قدام ثلاثة القدام باهي ثلاثة، نحط سانتوس، نحط بغداد، نحط بنغورا، نحط عادل الشادلي، 15 هذول نحط مصر بلا سعد الجزيري، شنو برشا ناخذ ثلاثة خاطر الاثنين كل سي واحد، بون خاطر كل واحد ما شاء الله، كل واحد مثلا في البريود نتاعه، فما بريود معينه كل واحد تحسه مثلا، مثلا التريني الثاني مع سانتوس وكورت مع ماتشات مع سانتوس وعادل خلطت الشادلي على فرقين، سانتوسي اه ليه خلطت بس على سانتوس، مرة ثانية اي صحيح هاي سانتوس خلطت عليه 2000 و 2010 وقت 2011 موجود، كارلوس لما طلعت جيبوتا سنه موجود، ودانيلو موجود، شكون اقوى شكون هو في بالك بغداد شكون؟ سانتوس ولا بغداد كل واحد وستيلو، اي زوز بون قلت له ليه سانتوس شكون اقوى سانتوس نبدا نترنى معاه اخويا في لونترمو، يعمل لك خمسه ابالات في سكوندا برك، يبدا يجري منه ومنه، ما تعرفوش مين يتعدى، يعطيني اعطيني لو واحد يبدا تكون خير نحط بغداد تسعه وسانتوس تسعه ونص. يا اخوي يا اخي ما نجمش شدك انت ياسر تتزلط كما قال فوزي بنزرت خويا مرسي بوكو زياد بغير مزيه يا اخوي، مرحبا بك. عاش كان تحب في الاخر تقول كلمه جمهور الروال ولا التوانسه ما عاش ان شاء الله رمضان مبروك، وان شاء الله ربي يحمي تونس، وان شاء الله بريود صعبه ذي ونتعداوها الكل، وان شاء الله ربي معانا، وتحيه خاصه لبني حسين وجماهير النجم الرياضي الساحلي بالساحلي. يعطيك الصحة زياد وليلتك زينة إن شاء الله السلام عليكم. على خير. سلام دونك هذا كان اللايف نتاعنا مع زياد بوغطاس اكيد تلقاوه الليله ان شاء الله ولا غدوه في الشين يوتيوب اسلام مد من ذكركم الناس الكل تعملوا ابوني في الشين يوتيوب وابوني في كونت انستغرام وحتى باج فيسبوك تلقاو فيها الحوارات اللي عملناهم الكل وغدوه ان شاء الله نلعب اخر وولد ليتوان حمدي النجاز غدوه ان شاء الله باش يكون ضيفنا لاعب سابق للزمالك المصري حاليا يلعب في ليتوان ان شاء الله حمدي باش يكون غدوه ضيفنا انطلاقا من 10 نتاع الليل ليتكم زي الناس الكل